نقول بسم الله ورجعنا معاكم في هذا السيجمنت الجميل اللي راح نتكلم فيه للأمانة وشرفنا ونورنا ضيوفنا اللي راح يتكلمون معانا عن التطرف المجتمعي اللي قاعد يحصل واللي راح يحصل واللي حصل يمكن في السابق. طبعا رحب بكل من ضيوفنا العزيزين والغالين على قلوبنا، الدكتور راشد العليمي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، والدكتورة وداد العيسى استشارية نفسية وأسرية. دكتور راشد حياك الله معانا، الله يبارك فيكم، نورنا يعطيكم العافية ومشرفنا. الله يسلمك وخليك. الدكتورة وداد العيسى منورتنا ومشرفتنا، والمكان مكانك، ويعطيكم العافية على هذه الجهة الكريمة. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك. احنا أكيد سعداء بوجودكم برنامج شباب قول وفعل، وراح أكيد نكون سعداء أكثر وأكثر لما نتناقش معاكم في مواضيع ومحاور أكيد تهم الكل. خلنا نتكلم بشكل عام، شلون الواحد يقدر يتعرف على الشخص المتطرف؟ تفضل أي دكتورة وداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تين تقولين شلون اعرف ان سين من الناس متطرف، يعني معناته اني انا لما اقول ان لما اطلق على سين شخص ان هو انسان متطرف لازم انا اكون عارفه تطرف، يعني انا مو اي واحد من الشارع والله اقول ان هذا متطرف والقي اتهامات على الاخرين. الانسان المتطرف تلاحظين ان هو اللي يفكر بطريقه غير عقلانيه. حلو. يعني احنا كناس اسوياء نفكر بطريقه عقلانيه. الانسان المتطرف يتطرف بالفكر، يكون تفكيره غير عقلاني، يكون تفكيره يميز نوع من التعصب، يتعصب لرأي معين، وهذا التعصب هو لا يقف فقط عند التعصب، قد أتعصب أنا في رأيي، يعني أني أنا لبسي خلاص هذا رأيي. نعم. ولكن هذا ما يعني تطرف، ولكن أتعصب وأرفض النقاش وأرفض الحوار مع الآخرين. لذلك لما ألفظ على سيم الناس أو أرى أن سيم الناس أنه هو إنسان أو يعني أقول أن سيم الناس إنسان متطرف، هذا المتطرف معناته أنه هو يعتنق فكر غير عقلاني، ابتعد عن الفكر السوي اللي موجود عندنا كلنا يا البشر بصفة عامة. هذا أقدر أقول عنه أنه هو إنسان متطرف. هذا جميل. الشخص المتطرف دكتورة وداد، لكن لو ننتقل إلى الدكتور راشد العليمي ونسأله، كونك إمام وخطيب في المساجد تلاحظ التواصل ما بينك وبين الناس بصورة مباشرة، تلاحظ الأشخاص اللي قاعدين أمامك، تلاحظ وجوه الإعجاب من واقع الكلام اللي تقوله، وتلاحظ أيضا يمكن ساعات قليلة وجوه الامتعاض لبعض الأشخاص يمكن في كلام ما يتقبلونه. كونك إمام وخطيب للمسجد شلون تبث كلمة تبعد الأشخاص عن التطرف، وشلون نقولها بالكويت الحاف تصيد الإنسان المتطرف اللي قاعد من خلال الجموع المتجمهرة الجميلة اللي تكون أمامك؟ جزاك الله خير. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء احنا إذا ضبطنا شنو التطرف بالنسبة لنا، التطرف ترى شيء أنت تاخذ طرف. أنت خوش آية مثلا لما قلتها أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسط، ما معنى الوسط؟ هي قضية الاعتدال، قضية أن لا عندنا لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. هي قضية أن لما أنت تيلي وتقول لي أنا ترى أصلي، أقول لك طيب هذا تعصب ولا متعصب؟ هذا اعتدال يمكن، لأن لا هذا تعصب. أنا أختصر لك تعصب. تعصب هذا. تعصب. حلو. لكن تعصب مذموم ولا محمود؟ لا محمود. الله يبارك فيك. فإحنا من البداية لما تقول لي أنا كويتي وافتخر، شنو هذا؟ هذا تعصب. ممتاز. تعصب محمود ولا مذموم؟ محمود. لكن هي القضية أنا أسميها، هل هو وصل إلى حالة إن أخذت طرف اليمين والشمال، ولا أنت على حالة اعتدال جميلة جدا راح راعيها بأقوالك وأفعالك بعدين؟ فلما أنت تقول لي يعني خذوا ما أتيناكم بقوة الله يأمرنا، هذا معناه شنو؟ تعصب ولا متعصب؟ تعصب. تشدد ولا متشدد؟ تشدد. لكن محمود لم يبعدك ولم يأتي عليك شنو؟ إني أنا أضر دكتورة وداد لما أنا تمسك بديني، لما أخذ الضوابط الثانية عندي. لما تقولي بالمسجد أن بعضهم ما يعجبون كلامك، إيه نعم، حتى بعضهم وصلت عندنا بالمسجد أنه والخطيب يخطب نفض ثوبه قال يلا هذا ما يعرف يتكلم وطلع من المسجد. ولا ما ودي أقول لك الحالة لما كان يدعو حق يعني سمو الأمير، لما سمو الشيخ جابر رحمة الله عليه بحالة وفاته، خطبنا على خطبة ها واحدة من المساجد، واحد لما الخطيب كان يتكلم قال لا وكذا كذا، ما ودي أقول شنو الكلام السيء اللي قاله وطلع. هذا شو نسميه؟ هذا خرج مثل ما عرفتنا الدكتورة وداد على الحالة السوية المعتدلة، أنا أسميها شنو، من القول أو الفعل أو السلوك المنضبط بديننا. فإحنا لما نتكلم عن التطرف، تطرف سلبي رحم الله والديك، فأخذ قضية ابتعد عن الوسطية اللي هي يسمونها حالة الاعتدال في ديننا المنهج السوي، فإذا أخذ إما غلو أو أخذ شنو الجفاء، إما أخذ إفراط أو تفريط. الآن لما تكلمني أن بعض الناس الآن لما يعتدون يقتلون، من أي حالة هو؟ من حالة شنو؟ الغلو. لما الإنسان يشرب الخمر دخل بأي حالة؟ تفريط. حالة الجفاء اللي هي التفريط. لكن صحيح. الإنسان اللي يمشي بالنص تقول لي لا والله، يقول لك لا أنا ما أسوي هذا الشيء وأبتعد عن هذا الشيء،
امشي على امر اللي هو اسميه شنو منهج رباني واضح. الله امرني على راس العين، النبي صلى الله عليه وسلم امرني على راس العين، شو نسمي هذا الانسان؟ هذا الانسان نسميه المعتدل، اللي هو كذلك جعلناكم امه وسطا اي فيها اعتدال واتباع. فتقول لي بعض الناس ما يعجبونك، اي صارت عندنا وايد هذه، زين اي هذا ما يفهم. واعطيك مثال صار لي اخر شيء بالمسجد الكبير، مساء تتكلم عن رمضان، كانت عندي محاضره في المسجد الكبير، واحد بالتويتر ابدا بالليل راجع البيت وبرتاح من كلمتي، انت نفسيا شوف حلقتكم ترتاحون منها، تقول صحيح. الحمد لله قدمنا شيء جميل الله يبارك فيكم، ابدا بالتويتر ولا واحد يقول هذا ما يفهم هذا كذا، اعطاني وصف مثل الحيوانات اجلك الله قلت له عادي طبيعي هذا مع الناس اللي اسمح لي ما يحكم العقل مثل ما قالت الدكتورة وداد، راح يحكم شنو عنده الهوى المتجنح عند الجانح. فقلت له عفوا، قلت له كذي أتذكره رعاك الله، ما المخالفات الشرعية اللي قلتها؟ الله ما رد علي نهائيا، لأن القضية شنو شنو الضابط بيني وبين هذا الإنسان المتطرف؟ هي قضية ماذا؟ تطبيق قضية الشرع عندي. الفيصل بيني وبينك القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الآل والصحابة لما كان في زمنهم. إذا أنا وأنت خرجنا عن هذا المنظومة اللي سميها العقلانية الشرعية، أقول واحد فينا شنو راح يصير؟ متطرف. فهذه الأمر سهل جدا. فأنت تقول لي والله راشد ما أعرف أتكلم، أقول لك عفوا شو المخالفة اللي قلتها؟ لا تكلمني من هواك ولا من هوا الأخت أماني، كلمني من شيء منضبط بيني وبينك حتى نشوف بعدين بحياتنا نمشي على منظومة واضحة شرعية عقلية حياتية اجتماعية. كلامك رائع، كلامك رائع للأمانة دكتور، ويعني الواحد يفتخر لما يشوف أمامه ناس تدعو مثل دكتور وداد العيسى، مثل دكتور راشد العليمي، على الوسطية ومنهاج الوسطية المعتدل اللي حثنا عليه ديننا الإسلامي القويم. يعني كلام جدا جميل الأمانة، والواحد بالفعل ينجذب أكثر لما يسمع هالكلمات ويبتعد أكثر عن التطرف. قاعد نشوف دكتورة وداد اختلاف يمكن التوجهات للأبناء في محيط الأسرة الواحدة، شنو أسباب الاختلاف في ميولهم؟ يعني قاعد نشوف الأفكار تختلف، كل واحد ماسك خط معين أو محور معين، ويمكن هذا يرجع أكيد لميول الشخص نفسه، فريت ناخذ أهم الأسباب. شوفي هو لما تين حق التطرف مثل ما قلنا مساع، هو في التفكير، يكون التفكير يبتعد عن الجوانب العقلانية. طيب هذا التفكير أو مثل ما قلت دكتور راشد، هي مو فقط في التفكير، هو في التفكير في السلوك. نعم. والسلوك نتيجة التفكير، يعني كل سلوكياتنا ترجمة تفكيرنا. فعلا. إنزين، هذا التفكير اللي إحنا نوصل إلى عمر كبير وإحنا على هذه القواعد وعلى هذه المعتقدات وعلى هذه الإيمانيات، منو أكسبنا نمط التفكير هذا؟ أنا وياك وكل واحد فينا، مو بس تفكيرنا حتى سلوكياتنا. أنت لابس جداشة، أنت لابس لبسك هذا، أنا لابس لبسي هذا، دكتور راشد، هاي سلوكياتنا ناتجة عن نمط تفكيرنا. نعم. منو اللي أكسبنا نمط التفكير هذا؟ ليش إحنا، ليش دول الغرب يلبسون قير عنا؟ مجتمعات الهند ليش يلبسون قير عنا؟ هذه السلوكيات نرجع عن طريق التفكير. التفكير طيب. فعلا. منو أساس الحياة؟ تفكيرنا. نعم. تفكيرنا منو اللي أكسبنا إياه؟ كلنا. منو أكسبنا تفكيرنا؟ أسرنا. أسرنا، محيط الأسرة. الأسرة هي العامل الأساسي اللي سبحان الله تشكل نمط تفكير الإنسان. نعم. الحبيب عليه السلام شو يقول؟ عليه السلام. يولد الطفل أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. شلون؟ شلون؟ طريقة التفكير. ليش هذا صار مسيحي؟ ليش هذا صار يهودي؟ صحيح. ليش هذا صار مسلم؟ منو اللي قرس عند العقيدة نمط الفكر؟ الأسرة. الأسرة. الأسرة مسؤولة. يطلعون كلهم على نمط تفكير أو تقرس عندهم عقيدة أو نمط تفكير. لكن تعالي سبحان الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هذه سنة ربانية سبحان نطلع الله. مختلفين. هذا مو رأي ولا رأيك ولا رأي المجتمعات اليوم ولا رأي العلماء، هذه السنة الربانية نطلع مختلفين. يطلع في الأسرة مثلا كم واحد عندهم فكر معتدل، يطلع واحد فكرة شاذ أو متطرف أو فكرة غير عقلاني غير سوي. مثل ما تفضلت يا راشد، يكونون الأسرة كلهم ماشيين على الاعتدال والوسطية ويصلون وشحليلهم، يطلع واحد منحرف يشرب مشروب، يقول لك أنا ما أرتاح ليه ما أشرب. هاي فكرة فعلا. إحنا قاعد نشوف حتى في الأسرة هذه فكرة فعلا. لما تقولين يعني أنا أتعجب الناس يقولون واي سبحان الله هذا طالع من أسرة متدينة وكذي منحرف، يا بعد قلبي الأسرة أدت. يظل هني في استعداد عند الإنسان ونفسا وما سواها. صحيح. فألهمها فجورها وتقواها. طب هني من المسؤول عن الاختلاف؟ يرجع هذا الابن اللي كان في هذه الأسرة، هل كانت العلاقة بينها وبينه قوية تشبع فكر الأسرة السوي الصح
ولا ما يطلع ليش ترى واحد فكره سوي من بيئه غير سويه. فعلا العكس، العكس هني يكون العلاقه بينه وبين الاسره علاقه غير سويه، فمن وين خذ هذا الفكر السوي رغم ان الاسره غير سويه؟ خذاه من الصحبه، من المجموعه الايجابيه. يبقى سبحان الله يعني ترى احنا امر طبيعي هذا الاختلاف بيننا، يعني لا نذهل ان الله يطلع لنا هذا الولد عنده فكر متطرف وطالع من اسره سويه وصالحه، لا نقعد احنا يحوش نوع من الذهول، هذه سنه الله في الكون سبحان الله، هذا الاختلاف وسنه الله في الكون سبحان الله. صحيح للامانه كلام، يعني انا عده درر ما هو كلام، يمكن حلقه من اجمل الحلقات اللي قاعد اقدمها وهذه ما هي مجامله. الله يسلمك دكتورة. دكتور أبي أسألك سؤال، وهذا السؤال إكمالا لسؤال أختي أماني والحوار الجميل والكلام اللي قالتها الدكتورة وداد. أحد الأصحاب من أصحابي يشتكي دائما إنزين إن هو ينتمي إلى أسرة معتدلة وسطية، لكن عنده أخ إنزين الأخ هذا يكبره ما يعجب العجب، كان مع ربه قال عنه أنت متطرف، كان قاعد يستانس قال عنا أنت جند من جند إبليس. ينن الولد وصل إلى مرحلة قال أنا ما أعرف شلون أتعامل مع هذا الأخ الكبير. فشلون نتعامل مع هذه الشخصيات إن كانت موجودة عندنا في عوائلنا، وشلون نتواصل معاهم اللي ما يعجبهم أي جانب من جوانب شخصياتنا؟ شوف الحين أنت بتدخلني على شغلة يسمونها شنو أنماط الشخصيات، لكن أنا ودي أرجع من البدايات. حلو. زين احنا عندنا ترى في بعض الاسر فيها تطرف فيها ما تشعر. انا دائما يمكن حلقتنا بعض الناس يحسب اني قاعد اتكلم عن التطرف الشرعي الديني، ليش ما نتكلم عن تطرف العادات والتقاليد والفكري ايضا؟ ما تجد ان بعض الاسر عندها تطرف في قضيه يمكن انا ويا الدكتور وداد نشترك فيها، قضيه مثل الرؤيه الشرعيه، مو بعض العادات والتقاليد عند بعض الاسر مستحيل ان والله انا بتقدم حق بنيه لا ما تشوفها ممنوع، زي نقول له امر شرعي يقول له عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح، شو نسمي هذا؟ تطرف. جزاك الله خير. هذا الأمر، فأنت هني لما تقول لي هذا الأمر، إحنا حلقتنا أنا بوجهة نظري ما خصصت تطرف شرعي، لما يحسبونا بنتكلم عن الخوارج دواعش هذولا، لا أنا أتكلم عن كل فكر ينحو على منحى شنو، على بتعيد عن الاعتدال. فأنت لما تقول لي إن والله واحد لما كبر عمره ترى ابن بعائلتنا 30 سنة وما يعجب العجب، والله تقول يمين يسار عنيد راسه ناشف، لا، ولما يشوف أخته لا انت يعوذ بالله انت بالنار عادي يقول عليهم، زين، ولا ابوه يتهجم حتى على ابوه. عندنا صحيح. مره كان بمنطقتنا الدوريه صفطت عند بيت الجيران ولا طلع الولد مكلبش، ليش؟ ابوه ما حد شافه، ندري نشرب خمر لكن داخل البيت لا تهجم على ابوه، يبي طقه يا تصير زين ولا اطقك اعوذ بالله. زين هذا نوح ولده شنو؟ صح ولا لا؟ فعلا. ابراهيم ابوه شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم مو عم ابو لهب. فالقضية أنت لا تهدي من أحببت. فأنت لما تقول لي هذا بالبيت، أول شيء هل هذا سلوكه شرعي ولا نفسي؟ بعضهم يمكن الدكتور وداد أعلم مني فيها، قضية اللي هي أنماط شخصيات نفسيات، يعني أنت اسمح لي أنت تحب اللعب أنا ما أحب اللعب، أنا أحب القراية أنت تحب البحر، شفت الأمر هذا، وأنت من عشاق اللعبة الفلانية وأنا ما أحبها، هذا شيء صح ولا لا؟ أو أختي تقول لي والله أنا أحب هاللبس هذا ما أحب. هذه أنماط شخصيات ويسمونها شنو، اختلافات. لا تؤدي إلى الخلافات. زين احنا اذا فهمنا، شوف الدكتوره ضربت على ملابسنا، انا مستحيل البسك نفس اللي انا احبه، ولا الدكتوره مع اختي اماني، كل واحد هذا يسمونه انماط مختلفه، لكن لا توصلنا الى الخلاف. فهذا اخوي انا شلون اتعامل معه؟ اذا شيء ما يمس الدين ولا يمس الخلق، زين انا لازم اتعامل معه. ما عندكم واحد بعائلتكم عصبي وايد؟ لا لا لازم هذه كل عائله. اختك ما عندك واحده من الاخوات حاره؟ زين فشلون انا اتعامل معها؟ اتعامل بما انه شنو؟ لا يبه المثير لرفع حاله القضب عندها. امك ولا ابوك ما في واحد منهم حار وكبريت؟ ما يبي له. رحم الله والدك، بس لابد ان الاب هذا لا مفتاح انه من يعرف يدخل له، يا اخوي الصغير ولا اختي ولا امي، اقول خلو 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 خلو، اذا هادي انا اجيب لكم اياه. والله حتى السفرة اللي نبيها لندن ولا أمريكا ولا كذا نطلعها بعدين بهدوء من فم الأسد. هذا أنا سميه إذا شيء إنه ما يمس الدين ولا يمس الخلق، لكن هي نمط شخصية سلوكية. زين أنا عنيد، أنا حساس، أنا وجداني، أنا واقعي، أنا أحب القراية، أحب الهدوء، أنا أحب اللي تقول لي صخب الحياة. هذا الإنسان نعرف شلون نتعامل معه. لكن القضية الخطيرة اللي هي قضية شنو، التطرف الديني اللي هي مثل ما تفضل الدكتور اللي تطرف الاعتقادي أو الفكري، هذا الأمر الخطير اللي لازم إحنا شنو من البدايات نعرف المؤشرات. لما أسولف مع ولدي ولا أسولف مع أخوي ولا أسولف مع أختي أعرف شنو المؤشرات اللي عليهم، اللي هي قضية شنو، سهل جدا، إذا والله ما مشيت على دربي الوصف شنو اللي يليك، كافر. هذا نفس صاحبنا اللي ممكن. أخوه قال له جند من جند إبليس. عادي عادي، لم تكن سياسة، لم تكن معي تضيق. إيه يعني هذا الأمر الآن سهل جدا أعطيك وصم، زين اللي هو انت فاسق، انت فاجر، انت كافر، انت مطرود من رحمه الله، اعوذ بالله.
حتى لو فعل الإنسان ما فعل من الكبائر يبقى أنه مسلم. مسلم. يعني وقال رب الأجهد ولا تقنطوا من رحمة الله. وتنفعه هذا المفتاح ينفعه اللي هو كلمة لا إله إلا الله، يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله يوم القيامة من نار جهنم. فهذا الفكر اللي إحنا لما يجونا بعض الناس اللي هو شنو نسميهم إن صح التعبير حتى بين قوسين دراويش، لحيته طالت، لربما تخرج من كل الشريعة، لربما عنده بلاغة بالكلام، شيء يرى المجتمع بعدين مو مجتمع، أول شيء يبتدي بعائلته، أمه تضايق منه، خواته زين، وإذا أختك سفور زين مصلية. أنا يا ما أعرف بنات والله سفور لكن على أخلاق وتدين وتبرع تقول الله يهديني إن شاء الله، ادعوا لي إني الله سبحانه يرزقني الحجاب زين. هذا الأمر، فأنت شلون تكسب الطرف الثاني بأخلاقك الجميلة، بتعاملك الراقي، والله خواتك يحبونك، أنت عزوتهم، أنت حسبة أبوهم، السؤال أنت شلون تتحبب لهم. بعدين شنو اختك تقول لها؟ والله يمين يمين يسار يسار. كنا قبل شوي قاعد مع الدكتور وداد ان بعضهم ان زوجته فرض على سبيل مو منقبه، والله اذا شافت رجل والله تقول له لبيك، شنو تبيني اسوي؟ مو بس نقاب، حتى والله ابد تصير خيشه سوداء اصير اذا شفت امامي رجل. فالقضيه ان بعضهم لما تقول لي ان بالاسره ان راسه ناشف، اقول لك اهم شيء اذا ما يمس لا الدين ولا الخلق الحمد لله الامر مقدور عليه زين، لكن اذا يمس قضيه شنو الاعتقاد. بعضهم حتى اسرته ابوه امه ابوه كفار عنده، مو بس تقول لي الحاكم ولا امام المسجد، لا لا هذه القضيه الخطيره. فهذا الامر لابد ان نعرفه من الصغر، لا تجيب لي مثل ما نقول بالعاميه القط العود وترد ما يتربى. فهذا الامر انت لما تقول لي من البدايه من النشأة الاولى انا لازم اغرس في ابني قضيه شنو الاعتدال، قضية محبة الناس، قضية التسامح، قضية كيف أنك تحب للناس ما تحب لنفسك، ما كيف أن تكون الكلمة الطيبة صدقة، كيف تتحبب إلى أهلك أول شيء، إلى خواتك، إلى أمك، إلى أبوك، لربما حتى الأب لو كان ما كان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذه القضية شلون أنا أكتشف في ولدي من البدايات، لأن إذا كبر بعدين ومع منو يقعد منو الجماعات اللي يقعد وياها، لأن الحين لما يكبر بعدين شنو أنا أعرف منو الصاحب ساحب والمرء على ديني خليلة فلينظر أحدكم من يخالف. فهذه قضية خطيرة جدا للأمانة، يعني أمتعتنا بالحديث وما ودنا نسأل صراحة، ودنا بس نسمع هالأحاديث وهالكلمات الجميلة اللي بالفعل الواحد يتعظ منها، وديننا دين يسر وليس عسر، أكيد دين العفو والسماحة، والواحد ما ياخذها أكيد بتعصب، ياخذها أكيد يمكن بكل تأني وصبر وسماحة. الحديث وياكم وايد ممتع، بس احنا بنطلع بعد ونشوف آراء الناس على موضوعنا اليوم ونرجع اكيد نتواصل ويا ضيوفنا. الطفل اي شيء ينقال له من صغره يبرز بمخه، فاذا الاهل قالوا حق عيالهم من صغرهم انه لا تتطرف، حب ديرتك، سو كذي، لا تسوي كذي، يعني خلاص انه راح يبرز بالراس، وحتى لما يكبر راح يظل براسه. فان دور الاهل حيل مهم، هم اللي يحببون عيالهم بالديره باي شيء ثاني، وهم اللي يكرهونهم، وهم اللي كذي. فانا دام ان هم يحببونهم وديرتهم اكيد العيال خاص راح يكبرون على حب الديره. لازم ننمي بالفكر انه ما يرد على الطائفيه، انه يساعد اللي محتاج. بالنسبه حق اذا بالمدرسه او انه بعامه الشارع، يعني نحط الفكر فيه انه والله المحتاج ما يرد على الطائفيه، انه والله هذا طائفته شنو وهذا نظامه شنو. نحاول نعوده ونكرر عليه على اساس انه اذا كبر زين هم يعلم عياله وهم يعلم اصحابه واصدقائه زين، وينمي الفكر هذا فيهم، وانه ما يتردد ومساعده الغير زين. وبعدين ان شاء الله يكون الاحسن، يعني هو احنا نتمنى الاحسن يكون حق ديرتنا وحق الكويت ان شاء الله. اكيد بالطبع، يمكن سمعنا وياكم اراء الناس، وما شاء الله قاعد نشوف اختلاف الاراء. دكتوره وداد سمعنا يمكن فيهم اللي تكلموا عن التطرف، اكيد وتختلف هم بعد الافكار والاراء اكيد من شخص الى اخر. انتقاد العلماء دكتور راشد وتكفيرهم وتفضيل يمكن علماء متطرفين لديهم، يا ريت تعطينا يمكن من وجهة نظرك على هالموضوع هذا. احنا دائما احنا نقول احنا لابد ان الانسان يكون له رمز بالحياه. ودائما احنا نقول العلماء ورثه الانبياء. دائما انا بطعن في ثوابت الدين اطعن بمن يحمل هذه الثوابت. هذه القضيه الخطيره اللي احنا لازم ننتبه لها.
هذا الإنسان لما يأتي إلى العلماء ويطعن فيهم يريد أن يطعن بماذا؟ بثوابة الدين اللي منه اللي هم راح يبينون خطأ هذا الإنسان. فأنا الحين مو قادر أرد عليك، أنا مو قادر أناقشك، شو أسوي؟ أقول اللي أنت تنقلين عنهم ترى هذا ما يفهمون، أطعن فيهم. فلما أطعن باللي أخذت منهم هذا الطعن يكون على شنو؟ على المعلومات اللي أنت قاعد تقول لي إياها اللي خطأ يا راشد عندك، معناه أنا شنو؟ أنسف حجتك بالكامل. فهذول الناس من لما وجدوا عجز عندهم، عجز إنه شنو؟ لما نجيب له آية ونجيب له حديث ونجيب له كلام العلماء ما يقدر يطعن مباشرة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول له آية ما يقدر يطعن، يقول له القرآن هذا مو صحيح. لما تقول له حديث وحديث صحيح ما يقدر يطعن، لكن شنو يطعن؟ من هالعلماء هذا ما يفهمون. زين تعال قعد وياهم ولا ما يبي يقعد؟ دلالة على شنو؟ على عجزة. لكن دي حيلة العاجز، شو يسوي؟ الطعن مباشرة في مثل بعيد، مثل أخوي هاشم هني وأنا من بعيد أسبه وأصرخ عليه، زين تعال يا ملا ما أي ماكو مواجهة يعني. ما في مواجهة. فشوفينهم هذول الغالب منهم راح تشوفينهم لو تسألينه منو العالم اللي تربيت عنده؟ ما في، ما في عالم. منو اللي قعدت عنده؟ ما في. راح نتكلم عن نفسنا إحنا، لو تقولي خرجت من الله من الشريعة وأخذت الدكتوراه، أقول لك لما أنا قاعد عند عالم وأقعد من ناس فضلاء يكفي إني أتعلم منه الأدب وتعلم منه الكلمة الطيبة وتعلم منه شلون يصبر على أمور الناس. جالسنا الحمد لله يعني كبار العلماء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول هذا العالم رباني بمثل ما رباني أبوي. أما هذول اللي أنا الغالب الآن أقولها وأنا بوضوح، الغالب منهم شباب صغار، حتى لما قرينا من كم يوم أن أعمارهم على 15 إلى 17 سنة، غالبهم مع منو جلس؟ ترى من أمثاله. منو شيخكم؟ شيخنا عمره 16 سنة. زين شنو عنده؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء. هو بس بعضهم شيء طالع أن الحيط عوده، عنده بلاقة بالكلام، حفظ له كم آية وحديث ونزلها على المجتمع، يبي دائما يبي يصلح من الرأس. الله ما أمرنا، الله أمرنا أن ننشر الخير بيننا وبين بعض. أنا ما لي شغل بالرأس، الرأس راح ينصلح بعدين بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أنشر وأصل ويعني وأنذر عشرتك الأقربين. الله ما أمر أن أقتل صناديد مكة، أبو جهل، أبو لهب، لا، أنذر عشرتك، أصلحهم بالكامل. فهؤلاء لما تقولي لي إن والله أصغار زين وإن هذا متحمس وهذا منطلق، سهل جدا بطعن بنو اللي انا ما قدرت اوصل لهم اللي هم منو؟ العلماء. فتجد ان هذا العالم ابد يقول كلمه واحده، يقول الله هذا اول شيء عند منو تعلمت؟ تعال ناقشنا، تعال تكلم معنا. حتى بعضهم والله ما يعرف يقرا القران ولا يفهم الحديث. وانا ياما حتى تصل لنا هالمواقف لما يتكلمون اقول له ما عليك امر، انا بالمسجد الفلاني ممكن تكرمني بزياره، اسال اقعد وياك واتعلم منك، علشان إذا هذا التطرف صح أنا من أول الناس اللي راح أصير من المتطرفين. أكيد. زين ما يجي ولا بيناقش، ما عنده دلائل، ما عنده شيء. أقول له نعم. أقول له تعال إذا أنت عندك الخير تعال علمني. جاهل الهروب. إيه يعني فهذا في حيلة العاجز إنه شنو يصرخ من بعيد. ولذلك تشوفينهم دائما بالتويتر والبنستغرام إنه حتى صلنا هالموقف هذا، كان واحد يسب ويلعن فحط له اسم وهمي، نيك وهمي، قلت له ما عليك أمر منو أنت؟ علشان أعرف اسمح لي إذا دكتور أصعد، إذا أنت صغير أنزل عبارتي. فعلا. طلع عمره 16 سنة. 16 سنة. ولما حط العائلة والله أنا حشمت عائلته. وبعدين قلت له والله محشوم المشكور، سويت له بلوك وطردته بعدين. فهذه القضية أنا أسميهم من العالم اللي أخذ منه، مع من وجلس. العلماء دائما يربون، يؤدب العالم، يؤدب على ماذا؟ على التسامح، على الصبر، على الحكمة، على أنه كيف يوصل المعلومة للناس. زين وما لست عليهم بمسيطر، يا تصلون كلكم ولا انتم كلكم كفار، اعوذ بالله. الهادي الله هي يعني سبحان الله، ان ما عليك الا انك توصل رساله للناس. فهؤلاء انا اسميه الخطر القادم علينا، اسمع لي اقول هالكلمه، الخطر القادم هذه الفتوه والثوره من الشباب. زين هذا خطر كبير اذا ما نجعل لنا منظومه عقديه فكريه سلوكيه اجتماعيه من انا اسميها من الابتدائي. كيف نجعل هذا يتعلق بوطنه بالخير؟ نعم. الناس اللي حوله كيف يتربى من المعلمين؟ كيف يحترم إمام المسجد؟ كيف يحترم والديه؟ وإلا الخطر قادم علينا مستقبلا. أكيد. وراح نكمل إحنا في هذا الحوار مع الدكتور راشد العليمي والدكتورة وداد العيسى، لكن من بعد هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم مرة ثانية في شباب قول وفعل. رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج شباب قول وفعل من بعد هذا الفاصل، ونكمل حوارنا وحديثنا مع الدكتور راشد العليمي والدكتورة وداد العيسى. يمكن قطعنا حديثنا دكتورة وطلعنا الفاصل هذا، لكن نبي نرجع ونبي نشوف أهم الأطر والثوابت اللي يفترض أن الأسرة تزرعها كقيم، كعادات، كتقاليد أسرية في الابن أو الابنة، عشان يعني ينشئون تنشئة صالحة وما يأخذون التعصب أو التطرف الفكري والمجتمعي أو غيره. شنو هي أهم الأسرة القيم؟ الأسرة تقدر تقول عليها أكثر من 90%. الأسرة أساس،
إذا الإنسان نشأ في أسرة طيبة حطت الجذور والقواعد والأسس والأطر والمفاهيم والمعتقدات، إذن أهي حمت هؤلاء الأبناء من التطرف. المؤثرات اليوم جدا قوية في كل المحاضرات، لما أي أحاضر ألاقي دائما يشكون وسائل الإعلام، دكتورة التكنولوجيا الآيفون الآيباد الآيات هالوايدة اللي طلعت لنا حول مطلب الله، مو آيات الله الآيات هذه، كل الناس مثل ما تفضل دكتور راشد اللي ما عندهم حجة يتشكون، اللي يبون ينعزون نفسهم على المسؤولية يقطون اللوم على الأشياء الثانية. في حين احنا امام الله عز وجل مساءلين، احنا شنو قدمنا حق عيالنا؟ احنا شنو قدمنا حق عيالنا؟ احنا دائما نمسك اسهل شيء، الايباد خرب عيالنا، الايفون خرب عيالنا. طب اوكي الايباد منو يابه؟ مو احنا اللي فعلا. الايباد منو حط بيها الياهل 4 أو 5 ساعات؟ ويني انا يا ام؟ يبقى الاسره، ما اقدر اقول ما لها دور، الاسره لها دور خطير، الاسره لها دور مهم، الاسره لها دور. وانا في كل محاضراتي القي اللوم على الاسره، حتى انا يا اسره القي اللوم على نفسي. إذا الابن طلع في تفكير متطرف، إذا الابن طلع في تفكير عقلاني، إذا الابن طلع في تفكير سوي، إذا يعني أنا قاعد أقول مساحة أماني، أنا عندي يتني أحد الحالات مراهقة عمرها 15 سنة تبي تسوي شغلة معينة غلط في المدرسة. قلت لها بعدين الجريمة تثبت عليك، أنا قاعد أكلم باب مراهقة. نعم. فقالت لي لا دكتورة ما راح تثبت الجريمة علي، أعرف أقضيها. فقلت لها حتى لو الجريمة ما ثبتت عليك الله من فوق بيشوفك. تعرف ايش ردت علي؟ كان تقول لي وانت شلون عرفتي ان اكو الله؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله. نعم. فلما تيجي تقول هذا تطرف فعلا. هذا تعصب، هذا الحاد متطرف، هذا كفر متطرف هذا. فلما اي اقول، لما اي اسالهم دائما واضح بدون تشخيص بدون اي علاج، هذه العلاقه مع الاهل جدا علاقه سيئه. فلما نقيت اسالها انت من وين جبتي هالحكي؟ هذه السايت المواقع اللي في الانترنت. طب شو اللي خلى هذه المراهقه تلصق في الانترنت وتاخذ غيرنا ماكو رقابه وتشرب؟ مو ماكو رقابه، مو قضيه ماكو رقابه، اتشرب من هذا الفكر بدون ما اشبع وابحث. تلاقينا وتلاقيهم لا حول ولا قوه الا بالله يبحثون في النت عن مواقع عجيبه قريبه انا والله ما اعرفها، وعساني ما اعرفها ولا ابي اعرفها. نعم. غسيل مخ. ليش هو قاعد يبحث في النت عن هذه المواقع؟ لانه يحصل من هذه المواقع على كل الاشباعات اللي يبيها. طب ويني أنا يا أسرة ما أشبع في ابني هذه الأشياء؟ وشنو دوري كأسرة؟ قارب الأسرة اليوم يظنون لما تسأل شنو إشباعاتكم؟ قال لي والله إحنا الحمد لله مفرن حق عيالنا أحلى أكل، وتعال شوف دكتورة القرف كلها من إيكيا ومن ما أدري وين وما أدري وين. أوكي القرف من إيكيا ومن أثاث سنع، وهني الفكر، وهني من وين؟ صحيح. من وين هذا التواصل لما ينقرس عند العيال هذه المفاهيم؟ اليوم طرق التربية غير، وحتى مو طرق التربية، نمط التفكير غير. أول نعم. إحنا ليه 18 سنة يسمون يعني أول إحنا كمراهقات يسمونا على قولتهم ها دكتور راشد قطم قمضة. فعلا الحين ماكو قطم قمضة، الحين ما شاء الله 5 سنين يعلمك كل شيء، خمس سنين تبارك الله كل شيء يعرفون اليهال. يعني انت حتى احيانا في الايفون ما تعرف تسوي شغله معينه، اليهال يعرفونها، يسيفون لك رقم، يفتحون لك على يوتيوب، يعني اشياء وايد يعرفونها. فما عاد هذاك الزمن القطه المغمضه ادري شنو علي. الحين احنا مؤمضين، مو الاطفال القطه المغمضه. يبقى سبحان الله. وني بعدين دائما نلقي اللوم ونشكي ونقول الايباد ونقول الاعلام ونقول، يبقى نرجع نقول احنا كأسر مسائلين امام الله عز وجل. نعم. هؤلاء الابناء شنو عندهم من تطرف؟ ولنشكي تطرف تطرف تطرف. وين يبدا التطرف؟ يبدا التطرف مثل ما تفضلت راشد 15 سنه، وين علاقته في اسرته اللي تشبع هذا الفكر من الاخرين؟ وين العلاقه في الاب؟ الاب اللي كان ياخذ ولده المسجد ويعلمه ويقول له ويحكي وياه، اضعفت العلاقه. صح. يبي بديل. احنا نقول كلنا في علم النفس، كل علماء النفس وكل علماء التربية يقولون، مو كلام اهلي هذا، يقولون الابناء يحتاجون الى حضن يحتويهم. اذا لم يحصل الابناء على هذا الحضن راح يبحثون عنه في اي مكان ويقبلون باي بديل. صحيح. ليش؟ ماكو نضج عقلي، ماكو نضج عقلي عنده يتشكل تطرف. انت طالع الحين قيس مقياس، هل تلاحظ تطرف عند واحد عمره 40-50 سنة؟ ترى ما تلاحظ تطرف عند واحد عمره 40-50 سنة. تلاحظه كله عند فئة المراهقين. ليش؟ عندهم حاجات
فإذا ما أشبعت في الأسرة يبحث عن بديل برا ويقبل بأي بديل، خاصة أي بديل يقبل فيه، أي بديل، أي بديل يقبل فيه. لا تقول لي حصل على احتواء، حصل على أشباع حاجات خارج الأسرة ما حصل عليها داخل البيت، أمر طبيعي. حصل عليها من آيفون، من آيباد، إن شاء الله من اللي بيع راعي البرد يقول له تعال بقول لك سالفة، يقول إيه لا كلامك صح، حتى من راعي البرد حتى من الفراغ دكتورة يمكن يكون الإهمال والسبب الرئيسي فعلا من الأهل. قاعد نشوف الأطفال يمكن أو المراهقين محتاجين أحد يقعد وياهم، فانشغال الأب أو الأم عنهم يتفننون في شراء الآيبادات لعيالهم، كل ما طلع واحد يدر كذا وشروا النيو جنريشن والجيل الحديث والجيل الجديد انجحوا آيباد، صار مجد ميلاد آيباد، صارت اليوم الهدية الأساسية حق الطفل آيباد. ويريت الآيباد في الآيباد ترى مو سيء، حلو الايفون مو سيء ولا ايجابيات وسلبيات. يعني حتى انا والله مرات اقول لي قعدت في مطار، لي قعدت في مكان انتظر، اقول الحمد لله على هالنعمه اللي بين ايدينا. صح، هي قراءه، هي ثقافه، هي لكن احنا ني دائما نقول ونرجع نلقي اللوم على هالاشياء هذه، لكن لو نحسن وحتى كاسره عطوا عيالكم واما بنعمه ربك فحدث الله من علينا بالخير، اشتروا لهم احلى الايبادات، بس علم حسن الاستخدام، حاوره شنو قاعد يشوف، حاوره شنو قاعد يقرا. اذا انت هني اشبعت، اذا هذا الولد طريقه تاثيره برا، انا ما اقول لك ان احنا، ولكن احنا خلقنا عنده نوع من الوقايه، حصلناه عن التطرف الخارجي راح يكون اقل تاثير من الناس اللي ما مدى احد قال له حشوتين لا كلامه صح. ايش درت من وين عرفت كلامه صح؟ مثل ما تفضل دكتور راشد، من وين عرفت، من وين خذيت الكلام هذا انت، من وين خذيت الكلام هذا؟ هذا اللي قاعد يحدث حاليا. تفضل. انا ودي بس اذا تذلي دكتور وداد بضيف اضافتين صغار. نعم تفضل. القصه الاولى، انا اعرف واحده من الامهات الى الان في زمننا هذا المعاصر تقول قبل لا ينامون عيال يقول لهم قصه وينامون على ضحك وعلى قشمره معاهم، بعدين ينامون يهدون. هذه من أروع وسائل شنو نسميها، غرس المحبة في نفوسهم، ينامون على نومة هادية. وفي المقابل لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج تطرف بعض الشباب اللي قاعد تذكره دكتورة وداد، أن اللي تشوفون الحين اللي بيروحون مع هذول اللي القتلة الخوارج اللي في الدول هذه، ترى فئة منطلقة ما تم توجيهها واحتواها احتواء جميل. ترى ثلاثة لما راحوا كان شنو فيهم، فيهم تطرف تعبدي، لم يسألون عن شنو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه متزوج وإنه يقيم الليل وإنه ترى يصوم ويفطر. قال لي إذا النبي صلى الله عليه وسلم الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليش يزود بالعبادة؟ يكفي. فواحد فيهم قال أنا ما راح أتزوج عشان المرأة لا تشغلني عن الطاعة، والثاني قال شنو كل الليل بقيمة، والثالث قال أنا ما راح أفطر نهائيا كله أصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، اللي هي قضية الاعتدال. ترى ينطلقون شنو من قضية شنو، تطرف تعبدي الى تطرف فكري. دائما احنا نشوفه متحمس كله قاعد بالمسجد، لان يشوقونه على قضيه شنو، يخوفونه الجنه النار النار النار، شلون توصلها بالعبادات. بعدين شو يصير الانسان؟ ماكو ذاك العلم، يعطونا العلم شنو المتطرف الفكري الخارجي. صحيح. هذا الامر احنا نسميه شو، شلون انا قاعده مع انسان عاقل فاهم، خاصه لما يبتدي يميز وفي اقبال الدين. ما تشوفين مرات البنيه الصغيره تصلي يمك؟ فعلا صح، أخوك الصغير. ممتاز، جميل جدا. إذا الآن بدأ إقبال على الدين، يقبل على شنو؟ على اعتدال، ولا اسمحي لي هذا العود يحتاجه تربية علشان يربي هذا أساس يربي الصغير. فأنا أسمي هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من الأول كان إن قضية شنو، قضية إن الخطر من التطرف التعبدي. نعم. لا يوصل إلى تطرف شنو فكري. وبعدين شنو الإنسان، أنا اللي أفهم، أنتم كلكم ما تعرفون أصلا، أنا اللي أفهم بروحي، وأنتم كلكم بعدين يوصل مرحلة شنو، قضية القاء عليكم تهمة، التهم سهل جدا. بعدين التكفير، فاجر فاسق، لأن شنو، تطرف بعد العبادة إلى الفكر والعياذ بالله، من التطرف العقائدي والتعبدي إلى التطرف خلنا نقول الفكري. دكتور عندنا استطلاع، انزين نروح حق هذا الاستطلاع وبعدها نرجع على أساس نسأل دكتور راشد العليمي سبب هجرة بعض المساجد من البعض لكون الخطيب أو إمام المسجد معين وتابع للدولة. هذا تساؤل عود، استطلاع ونرجع معكم. الأسرة يعني دائما انا اقول في المرتبة الاولى قبل المدرسة، لما انا اعطي تعليماتي حق ولدي واعلمه على القيم الاخلاقية شو اسمه الدينية طبعا، بعدين يجي دور المدرسة، اول دور الأسرة بعدين المدرسة. هذه الافكار اللي لازم ان نقضيها ونعززها بعيالنا، هو الدور الجوهري والدور الاساسي الأسرة اصلا، البيت نفسه اذا ما كان البيت مبني على الحب والوعي العالي وثقافة الحب والانتماء للوطن، فوين الانتماء للوطن؟ الأسرة هي الأساس، وأساس الأسرة رب الأسرة. دور كبير في تعزيز الروح الوطنية في أفرادها،
فيجب على الأسرة أن تربي أطفالها وأفرادها على أن يحبون الوطن وجميع الطوائف والفئات الموجودة فيه، بحيث أنه ما يسبب أي حساسية بينهم بين الآخر، ولا يقول أنا غير عن هذا ولا هذا غير عني. لازم هذه الحساسيات احنا نمحيها من المجتمع، بحيث اساس نرتقي في ثقافتنا في ولائنا للوطن. الولاء للوطن هذه مهارة لازم كل أسرة تمتلكها، تتعلمها شلون تعطيها حق عيالها. احنا شوف، احنا في عندنا مشكلة أساسية في مجتمعنا، ان كل شخص مشغول بشغل غيره. يعني انت رايك لازم يكون نفس رايي، يعني ما يشغل نفسه برايي الشخصي ويحاول يدافع عنه ويشوفه، لا، انا ابي رايي، ابي كل الناس يكونون نفسي. التشابه في كل شيء هذا خلانا نصير شوي مجتمع جدا ممل. الحالات الواحد يكون عنده رايه الخاص فيه، ما يفرضه على الناس، يفرضه بحيث ان انا اقدمه واشوف اللي ياخذه ياخذه، اللي ما ياخذه خلاص، يعني مو لازم تكون نفسي. شو وين اشوف شنو؟ دور الأسرة كبير بس ما حد يستخدمه، لأن أصلاً حتى داخل الأسرة الأب والأم يفرضون عليك رأيهم من ناحية دراستك، شكلك، لبسك، أكلك، كله يفرضون عليك، ما يعطونك حريتك. فلما تكون الحرية مو موجودة أصلاً في البيت وفي الأسرة، شلون بنلقاها؟ من بعد ما شفنا معاكم الاستطلاع، نرجع أكيد على سؤال زميلي هاشم اللي سأله للدكتور أكيد راشد سبب، وقال إنه هو سؤال وايد عود أكيد عليه تركيز، سبب هجرة المساجد لكون الخطيب أو الإمام المسجد يكون معين أو تابع للدولة. ممتاز. طبعا أنا ما أطالع الهجرة، أنا أطالع أول شيء اللي هي قضية تابع للدولة. هذا الأمر منبني على هذا، لأنه يرى أن هذه الدولة شنو؟ دولة غير مسلمة. فلما يرى أن غير مسلمة، يرى أن أي واحد يوالي هذه الدولة أو يشتغل عندها شنو يعتبر؟ محب لها وماخذ نفس فكرة، إذن هو شنو؟ كافر. وأنا شلون أصلي خلف كافر؟ إذن أنا لازم أترك المسجد. هذا الشخص هو متطرف. هذا خالصين من نحن. فهذه القضية، هذا لأنه ما درس من يعني العقيدة الإسلامية أن الإنسان يصلي خلف كل مسلم. صحيح. بغض النظر هذا المسلم، إن كما تعلمنا من علمانا، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني هذا الإمام تقول لي والله لو عليه بعض الأمور، أنا ما لي شغل، صلاته صحيحة، ما ظهر منه شيء، أصلي خلفه وأسأل الله القبول. زين، أمور اللي داخلية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. حتى من الناحية الفقهية، لو أن بعد الصلاة اكتشف الإمام أنه كان على غير وضوء وإحنا صلينا وراء، شنو صلاتنا؟ تعتبر صحيحة. صحيحة، صحيحة الأنمية. أحسنتي، أنا ما لي شغل، أنا صلاة على وضوء وكذا، وهو أنه كان على غير طهارة هو يتحمل عند ربه سبحانه وتعالى، لكن صلاتنا صحيحة. فهذه القضية لما هجر المسجد، لماذا هجر؟ لأنه يرى هذا معين من الدولة. ماذا ترى في الدولة؟ أرى أن الدولة تحكم بغير شرع الله. إذا ماذا ترى بغير من حكم بغير شرع الله؟ هو كافر. إذا حاكم البلاد شنو؟ كافر، وأنا ما صلي عندهم. فتشوفين لهم مسايدهم بروحهم، ومو مسايد بعد، مصليات فعلا. يطلعون البر بدوانية بسرداب، اجتماعات عندهم. فيرى التكفير. إزين، إذا أنت ترى هذا، أمك وأبوك لما يروحون المسجد شنو حكمهم؟ شنو حكمك؟ إزين، إذا أنت ترى هذه الدولة كافرة، ليش تشتغل فيها؟ إذا ترى أن هذه الدولة فيها كذا، إذن روح دولك دولة ثانية، روح اطلع، ليش تأكل منها بعد؟ رحم الله والديك. فإذا ما بني على باطل راح يجرك على أمور كثيرة. فهذا الفكر إحنا نسميه، تستغربون تقول شنو؟ إيه نعم، موجودين موجودين بعضهم هذا الأمر، ما يصلي، ما يشوف يصلي بمسجد نهائيا، مع أن بيته يم المسجد ومرات نشوفهم. ليش؟ لأنه يرى هذا والله غير شرع الله. إذن شنو هو اللي غير شرع الله؟ إحنا دولتنا ولله الحمد أمور الشريعة مطبقة، لربما في ملاحظات ببعض جوانب القانون، لكن العموم هذا أميرنا ولله الحمد معنا بالمسجد يصلي، والحمد لله أنه يحب بلده، والحمد لله أنه قاعد يلبي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح. وأيضا لما أنا أتكلم يحكم شرع الله، سمحوا لي وأنا وياكم، منو فينا قاعد يطبق شرع الله 100% على نفسه؟ الله، وأنا وياكم. الله الله، خلنا نكون واقعيين. صحيح. ما عندنا أخطاء، هل إحنا أنبياء؟ مستحيل. خلنا نكون واقعيين، منو أمهاتنا وأبائنا ما يخطئون؟ إذا أنت تبي أمير البلاد يطبق شرع الله 100%، أنت شو مسوي؟ خلنا نكون واقعيين، لابد احنا فينا اخطاء. هذا الخطا مو معصيه، مو انا ابتعدت عن شرع الله بعدين رجعت بالتوبه. ايضا اذا هذا الانسان اخطا، امام المسجد اخطا، ناصحته؟ لا. ما الخطا اللي شفت على الامام ورحت ناصحته؟ يا شيخ يا امام، لو سمحت انا ارى فيك بعض الملاحظات. الصلاه معروفه اركانها، واجباتها، صحه الصلاه. زين، هذا البنيان اسمحوا لي، يمكن بنت عائله اسد ولا عائله الكندري ولا عائله الله يسلم شلو عيسى، صح احتمال؟ لا، هذول شنو ترى فيهم؟ بنوا لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ زين، وهذا الإمام يا عشان يؤدي الفريضة، من وين ياك فكرة التكفير والهجرة عن هذه المساجد؟ صحيح. فإذا هذا التطرف ترى هو شنو؟ مراحل، مراحل. لما وصل إلى هذه المرحلة اللي هي شنو بعدين؟ ترى عادي عنده جدا إنه يوصل إلى تفجير داخل المسجد.
يرى ان هذا المسجد انا شنو العمليات ارهابيه نسميها شخصيات مضاده للمجتمع. يعني احنا بعلم النفس عندنا كاضطراب غير سوي صح انحرف عن احنا عندنا بعلم النفس سواء لا سواء السوي يعني حتى لو مثل ما تفضل الدكتور راشد نعم. امام مسجد عنده طبعا امور ما لي شغل فيه انهم صلاته صح اصلي وراه انا انسان سوي ما اظهرها ولا شرها غير يعني سوي ما يمشي على السواء المتطرف هذه شخصيه مضاده للمجتمع عرفت التسلسل الخطير لما وصلوا الى تفجير مسجد ناس الان يؤدون عباده وصل اليهم لان هذا شنو تراكمات لما وصل الى هذا ما يرى ان هذا مجتمع مسلم ولا شيء فكر خطير جدا فكر خطير جدا لابد ان شنو الدوله والله تواجه هذا والله يعينهم فيه الله يعين الجميع للأمانة يعني. وأنا بس أبي أقول كلمة أخيرة في حق الدكتور وداد العيسى وفي حق الدكتور راشد العليمي إن كان هؤلاء هم معلمينا وأساتذتنا ثقوا تماما أن الكويت كانت ولا زالت بخير هذا آمين. واحد آمين. إذا كانوا هذيل هم الجيل اللي ربونا ثقوا وآمنوا بالله أن الكويت كانت ولا زالت وراح تكون بخير وراح بفضل آمين. من الله وطبعا يعني بتوفيج من الله ومن بعد هذه التربية السليمة آمين. اللي قاعد لذلك بخير. واجب علينا كلنا ان نربي يعني اولادنا وابنائنا تربيه سليمه وسويه وصحيحه ونتخير لهم مثل ما قالوا اساتذتنا الافاضل انت يا الاستاذ والعالم الصحيح والسوي اللي يعطيهم هذا العلم. والكلمه الاخيره تذهب الى اختي امل الكندري. يعطيك الف عافيه واكيد احنا استمتعنا اكثر واكثر بالحديث وياكم وعساها تدوم علينا نعمه الامن والامان على ديرتنا الكويت آمين. الغاليه. يعطيكم الف عافيه دكتوره وداد والدكتور راشد على وجودكم ويانا للامانه فيك. جدا جدا استمتعنا وإن شاء الله يا رب في حلقات أخرى أكيد نأخذ مثل هالمواضيع هذه اللي بالفعل تنهض بالواحد وتنهض بالفكر أكيد عشان نرتقي كلنا قواكم الله. إذن وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أنها حازت على رضاكم على أمل نلتقي معكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت وأكيد يسعدنا التواصل وياكم من خلال الانستغرام أو تويتر. رد نقول ونعيد شباب QATV عندك موهبة اقتراح أي موضوع حاب أنك تشارك ويانا ما عليك إلا بس اتمنشن وطبعا القفال عند هاشم ونقول لكم يعني ربي تمم علينا الصالحات وربي تمم علينا جميع الأمور الطيبة في هذه الدولة الرائعة والجميلة واللي ما عنده انتماء لوطنه ما عنده انتماء لأي عقيدة كانت فالوطن هو الأساس وهو الباقي وهو الأم. نشوفكم على كل خير وبركة غدا بإذن الله بنفس التوقيت في أمان الله.